تخيلوا يا جماعة إن ابن أختي سراب يجيني الكافيه ويسمعني كلام مثل السم. صدمني، قال لي إنه عرف إن شهد تكون بنت البهتان. أنا لوهلة صدمت في كلامه، قعدت أفكر هو كيف عرف إن شهد بنت البهتاني. فهمت من كلامه بعدين إن هبة الظاهر عرفت وهي خبرت سراب، وسراب ما قدر يسكت. هذا الولد مصيبة، جاني بأسلوب أول مرة أشوفه يتكلم معي بهذه الطريقة، لكن حسيت إنه كم هو حريص على أخته هبة من إنها تكون في مشكلة، خصوصاً بين عائلة الخطوان والبهيتاني. يحاول قدر الإمكان إن يوقف الموضوع ويحط لها حد. هذا الشيء صدمني صراحةً، ما عرفت شو أرد عليه. هذيك اللحظة حسيت إني علاقتي بشهد ما راح تكون سر بعد هذا اليوم، لأن السر طلع من بين اثنين. الله يستر من الأيام الجاية. هل تعتقدون سراب ممكن يتجرأ ويروح يكلم أبوي ماجد الخطوان عن شهد بنت البهتاني؟ نشوف الأيام شو مخبية لنا.